السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا غايا. قبل ما نبدأ الفيديو نخططوا ليا، خليني نقول لكم الكور تاعي وراه واصل في بروغريشن تاع رمضان دروك. وقبل ما تقولوا بلي ايوب نقص، راني نشف زعما راني ناكل قليل تحت الكالوري ونسي نتراسي بزاف. كيما شفتوا راني نشف في الكور تاعي خاطر رجع الصيف في المشتى، انايا نجيب فوليوم وفي الصيف نبغي نشف كيما قاعد يديروا الناس. هذا كيما يقول لك بروغرام تحديديه ولا ما على باليش، المهم انا ندير هذا البروغرام خاطر يناسبني انا. بكري كنت نبغي ندير فوليوم في الصيف وفي المشتى زعما ندير تراساج، ما حكمتليش كاع خاطر في الصيف غادي تنق كنت نقص، وفي المشتى راه غادي كنت تربح الفوليوم بلا ما تعبوا. في المشتى كاين البرد وفي الصيف الحمان ينقصك، في المشتى يزيد. وثاني بنت شويه ناقص على خاطر الضو، شكي الضو كيما يدرو فيك الضو ما يولي كاع يبان الكور تاعك مليح، هذه ثاني داخل. المهم طولت عليكم اصحاب الفيديو اللي باغي يشوفوا فيديو تاع الطوليه سمحولي. المهم خلينا نبدو اليوم الفيديو تاع الطوليه زعما قد طوال ولا قد كسار. طيب قبل ما نبدوها خصنا نبدو جوج بنيادم، البنادم الاول هو هذا بس الاب يا الكاليسينكس طول. شو الكاليسينكس؟ الكاليسينكس طول اكيد تخدم بارفكس انت طوال هكا، خدم كاليسينكس ولا البنادم الزاوج راهو. شو صاحبي راك تهضر على الحديد؟ يا حديدي قصر، شو الحديدي قصر يا خطيك من الحديد، ما ترينيش حديد صاي دروك. انا بعدنا البنادم الاول والبنادم الزاوج تقول لي ايوب كيفاه، انا سمعت بلي بارفيكس طول وسمعت ايوب بلي حديدي كسر. ايا بدو اسمه بدو اسمه، خلينا نهضروا الاولى على الكاليسينكس ومن بعد نروحوا للحديد قصه واحده اخرى في الحديد. هما كي راهم يقولوا الكاليسينكس زعما طول راهم يقولوا زعما بول اب، بول اب هي بارفيكس بالعربيه تاعنا ولا بالدارجه تاعنا. كي راهم يقولون يقول لك كي تخدم بولا راك تطوال، يعني راك تكس العضومة تاعك، وكي تكس العضومة تاعك زيد في الطولية. البني ادم هم حاسبين باللي العضومة تاعنا مصنوعين بلاستيك ولا طولهم كيما تبغي ولا مصنوعين بكاويتشو، هذه المعلومة خاطئة. بارفيكس ما تطولش، تقول لي باللي ايوب نعرف واحدين دخلوا كاليسينكس وطوالوا، هذيك خاطئة، هذيك جينات تاعها كيما هكا. يعني كيفاش جينات؟ يعني والديه طوال ولا جداته ولا عمومه طوال، كي دخل كاليسينكس هو عضومة تاعهم يطوالوا ناتورال. فانت كي تشبهتني كاليسينكس تحسب بلي طوال بسبه كاليسينكس، وهي خاطئ، ما طوالش بسبه كاليسينكس، طوال بالجينات تاعه. وهذه هي دروك. خلينا نروحوا لبنادم الزاوج، هو الحديد، الحديد يقصرك، هي اي كيما تاع البول اب وكيما تاع كاليسينكس، الحديد ما يقصرش. قولي كيف هذه نشت وحدين تلينا وحدين ما زالوش طوالوا؟ كما قلت لكم حنا عضومة تاعنا مشي كاويتشو ولا لاستيك، باش هذيك تخدم حديد غادي زعما تكسر. واللي ما يعرفوش راهم يقولوا الحديد زعما سكوات، سكوات زعما تطلع الحديد برا فوق ظهرك وتقول تخدم سكوات، اي هذي قال لك بلي تقصر ما تخدمهاش خطيك منها. وهذي معلومة خاطئة بزاف، على خاطر شوف حنا لا حنا تبدا علميا العظم تاعنا يقعد يرفد فوق 100 كيلو، العظم الواحد لما هذا عظم تاع يدك ولا عظم تاع الضلوع تاعك ولا كيما تبغي، كان تجيبه وتحط فوقه 100 كيلو ولا فوق 100 كيلو ما يطرطكش. يعني انت وشوف السرسور الظهر هو اكبر عظم في الكور تاعك، يعني كيفاه غادي نتايا تخدم سكوات غادي تقصره، هذه ما كاش منها كاع. وثاني غادي نزيد لكم بوني شويه تاع الباسكيت، كيف ايوب سليتين باسكيت قاع طوال باسكيت طولتهم. شوف غادي نقول لك حاجه، هذاك السيد جينا نتاعو طوال، يعني طوال خفيف ولا زعما يكون قصير ويطوال ديريكت. ايا هذاك له بواه مين انت غادي انت جينا نتاعو طوال، رو تريني باسكيت، انت كي تشوف تريني باسكيت تحس بانه طوال تسبت على الباسكيت، هي خاطي كاع. وهاد الهضره ماشي تهضرها زعما مراسي، هذه حوست عليها ودرت ريشيرش وكاع
واه ريشارج واه فاك. مهم درت ريسيرش وكاع وحوست عليها وقال لك بلي مستحيل تطول، كاين طريقة واحدة باش تطول بيها ودروك غادي نقولها لكم. وغادي تقول لي أيوب طريقة كي داير هذه اللي بنطول بها، لا يحفظك أيوب قول إنه باغي نطول أنا صاي أنا قصير باغي نطول. والطريقة ماشي نقولها لكم، خليت الفيديو الآخر كله معنا. على نزاق نزاق، شوف الطريقة هذه هي عملية، وعملية مش عندنا في الجزائر، هذه تجي في الماليكان ولا الألمان، هذه اختاروها هي جديدة، مش هتجي زعما العوام اللي فاتوا هادو. اختاروا هذه الطريقة اللي طول بها. الطريقة نقول لكم كي دايرة، هذه عملية يديروها لك، يديروا لك واحد الحديد في كرعيك أيوا، ويقولوا يجي هذاك الحديد يقول يجي بد العظم تاي طول زعما انت دير متر وثمانين أيوا، هذيك بتجي زعما زوج مترات، يديروا لك هذيك العفسة كي توصل زوج مترات يحبسوا هذيك الحديدات اللي طولوا في العظم تاعك. وش يديروا لك؟ يديروا لك بروتين باش زعما العظم يقدا بروحه، يديروا لك كالسيوم بروتين باش العظم يقدا بروحه أيوا، هذيك العظم يقدا بروحه غادي توصل طولية. وثاني هادي قال لك اللي داروا هذه العمليه قال لك دور بزاف زعما كي دور افضل الم زعما الم بزاف، وقال لك احتمال 70% ما تزيدش تتمشى، يعني كان ديرها قادر ما تتمشاش حياتك، يعني ننصح كل واحد ما يديرهاش، لا خمم في راسه باش يديرها ولا خطيكم منها، على تاكسير ربي يعطاك صوريه فيها حكمه، اي احترم حكمه ربي. وكيما قلت لكم هاد العمليه الطريقه الوحيده باش تطول زعما ما كانش، شوفوا في اليوتيوب اللي هاو تو جيت تولر ولا هادي كيتفيش، ما ديروش عليهم على خاطر تبوت علميا باللي ما كاش طوال. شوف انت وموك وباك عطاوك جينات كي دايرين على طوال بيهم ولا لا، يعني ما زيدش طوال، واحد طويل ما يقاش يكسر، واحد قصير ما يقاش يطوال، هذيك هي كيما عطاك ربي رضا بيها. هاني جاوبتكم على السؤال تاعكم تاع تقدر طوالو بكاليستانيكس ولا بودي بيلدينغ اللي قصرك ايوب. شوف انت طويل يعني ما تقاش تكسر، ولا انت قصير ما تقاش تكسر ما تقاش طوال، يعني ارضوا بلي اعطاكم ربي، انا انت قصير قول الحمد لله، ولا انت طويل قول الحمد لله ثاني. مهم هاني طولت عليكم هذا الفيديو، بغيت ندير صافي لونط، وهذا الفيديو كي يدخل لي في راسي طب بزاف يقولوا البني ادم ايوب تطويل بليز عطينا عفسه باش نطولوا بها، نخدموا بارفيكس طولنا، ولا يجي عندي واحد ايوب ندخل باسكيت باش نطوال، ولا ايوب حديد قصرني ما قاش دروك زين طوال، هادي يكذب. تشوف واحد ترينا حديد كسار هذيك على خطر هو قصير، ولا تشوف واحد طويل ترينا كاليستاني خطر هو طويل، جينا تاعه يعني. هنجيبكم سؤال مهم صاي نهضر بزاف، بيس.